واش راك لاباس؟ الحمد لله والله لا. الحمد لله يا ربي. لو عندنا برنامجنا هو برنامج ثقافي ترفيهي، وسؤالنا الاجتماعي نهار اليوم: هل اصبح الجمال اهم من الذكاء في مجتمع اليوم؟ قل لي يعني، ولا في مجتمعنا الجمال يعتبروه اهم من الذكاء؟ لا، انا بالنسبه لي الذكاء هو كل شيء. خم الجمال باغ اكزومبل، كيما نقولوا الذكاء في الاخلاق، الذكاء في بزاف صوالح، راكي فاهمه، وعلى حسب نوعيه الانسان، كل واحد كيفاه. يعني انت من بين الاشخاص اللي يفضلوا، اللي يعتبروا انه الذكاء اهم من الجمال؟ بيان سير، هذه الذكاء اهم من الجمال، مش هنا في اي مجال، زعما في اي مجال تبي الذكاء هو يلعب دور هام في المجتمع تاعك. بصح كاين كل واحد وكيف دروك، كيما حنا نقولوا كل واحد كان اللي يبغي الجمال، واحد على حسب كل، على حساب شخصيه الانسان كيما نهضروا. انت هذو اللي يفضلوا يعتبروا انه الجمال اهم من الذكاء، واش تقدر انه تقول لي؟ مثل الذكاء اهم من الجمال؟ لا لا، اللي يعتبروا الجمال اهم من الذكاء غالطين بالنسبه لي، غالطين في اختي. انت عندك الجمال، اسمه هو الجمال؟ الجمال كيما نقولوا في الاخلاق، في التربيه، في اي حاجه، جمال الروح، كيما في بزاف صوالح لازم الانسان يكون كيما نقولوا خفيف على القلب. وانت تشوف انه يعني في مجتمعنا صح ولو يعتبروا الذكاء اهم من الجمال؟ قليل قليل، ما كاين وكاين، قليل. ما الوقت اللي رانا فيه شويه صعيب، راكي عارفه، مش كيما كل واحد وكيفه. كيما الناشي لي زونسيا وكاع تسيبيهم كيما حنا نقولوا، يهتموا بجمال الروح، جمال الاخلاق، في بزاف صور. كاين هادو درو كيما نقولوا كان اللي يهتم بجمال، يعني يعطي صوره على جمال، كيما نقولوا جمال في الوجه، جمال في شغل. دروك المجتمع تاعنا كلشي راه باين، بلا ما نزيدو نهضروا. شكرا. لو بار دي جو هكذا يفضلوا الجمال الذكاء. انت رايك انه كلش المجالات اللي يفضلوا؟ لا بلو بار دي شوز، مجال الزواج خاصة. مجال الزواج؟ خاصة. انا بور مو هذا واش نشوف الاخر، حاجه واحد اخرين. وقول لي انت في رايك، انت وشنو، انت واش عندك الاهم، جمال او الدكاة؟ جمال، جمال هو الاخر، ما نكذبش عليه. يعني انت تفضل بين اشخاص يفضلوا الذكاء؟ بيان سور، الذكاء هو صح، باسكو كي يكون واحد جميل بصح غبي، ما كاش كيفاش. قول لي انت في نظرك، انه هل اصبح الجمال اهم من الذكاء؟ لا، الجمال ما يهمش، الذكاء هو الصح. ذكاء، انا في رايي الذكاء خير. انت في رايك المظاهر ما تهمش؟ ما تهمش. لا لا، انت واش تشوف يعني انه المجتمع اليوم اصبح صح يهتم بالذكاء؟ لا، ولا يهتم هو بالجمال، بصح هي في الصح الذكاء. تسمى نتايا عندك نتايا تهتم بالذكاء؟ ايه الجمال ما يهمش. شكرا. احنا هي نورمالمو، هي نورمالمو في المجتمع تاعنا، باسكو دوكا نورمالمو المجتمع تاعنا تاع التطور، نورمالمو الذكاء هو اللي الطفل في المجتمع. صح، احنا اللي رانا نشوفوا فيه في وقتنا حنايا تقلبت الموازين، نشوفوا باللي الجمال اهم من الذكاء، ولهذا رجعت بعض المجتمعات ولات هي متخلفة، ماشي بالذات في الذكاء، في كلش. صح. قولي انت في رايك، انت واش تبع، انت تبع الذكاء ولا الجمال؟ شكون اللي عندك الاهم؟ هي الاهم، هي الاهم، الذكاء هو اللي اهم، ماشي الجمال، هو الذكاء هو اللي اهم.